VS, travaille sérieux pour être balèze. J'barre dans le RS, si tu fais le mal, y'a les frérots qui. السلام عليكم ابطال، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان وبخير. اليوم غنهضروا على اصغر واقوى فيتنس في المغرب. الدري اللي غتشوفوا هنا في التصويره طبيعي 100%، غنهضروا عليه وغنهضروا كيفاش وصل حتى هذا المستوى هذا في وقت قصير جدا. ولكن قبل ما نبداو فيديو الخوت، بغيت نقول لكم واحد الحاجه. بزاف ديال الناس طلبوا لي غنرجع نبقى ندير نعطي النصائح ديال الفيتنس والنصائح ديال الكيك بوكسين والنصائح، يعني النصائح عامه ماشي غير الاخبار. المهم اخبار راهم تما 100%، اخبار ديال الابطال المغاربه كما وعدتكم. غنمشي نصور لكم مباشره ان شاء الله النزال ديال جمال بن صديق وبدر هاري. راني دبرت جوج ديال التيكي وغنمشي ان شاء الله لهاصلت، واحد مدينه في بلجيكا اللي عايش فيها هنا، يعني ماشي بعيده عليا، ساعه الطريق. غنمشي ان شاء الله على وجهكم انتوما باش نصور لكم حتى الكواليس ان شاء الله الى كتاب. المهم انا ندير المجهود ديالي 100% ونجد الماتريال ديالي ونجد كلشي وندي معايا صاحبي اللي غيعاوني. المهم بغيت نقول لكم غير واحد الحاجه، غنرجعوا ان شاء الله نبقاو نديروا ديك الماكله الصحيه، يعني الوجبات الصحيه، ونديروا ان شاء الله حتى النصائح المهمه في كمال الاجسام والفيتنس والكيك بوكسين وجميع اي حاجه. المهم شامله اللي كتنفع الصحه ديالنا والصحه ديال بنادم، سواء كيتريني ولا ما كيترينيش. بقاو مع الفيديو، نتلاقاو من بعد. دابا الخوت غنهضروا على هاد الفتى، يعني اللي صدمني انا الصراحه. هاد الدري هذا المهم هاد البرنامج هذا ولا هاد الفيديو هذا غنديروه على حسب سلسله هل هم طبيعيون. هاد الدري طبيعي 100%، وانا شتو مزيان يعني، وعطيت له شي بروغرامات باش يتبعهم، وعطيت له المهم صح له شي اخطاء وداكشي. والاستاذ ديالو هو عبد السلام عبدو، يعني مدرب خصم جمال بن صديق ليفي ريختس الهولندي، البطل الهولندي هو اللي كيدرب هاد الدري هذا. وانا زدت له شويه من عندي، لان انا الدبلومه ديالي كما كتشوفوا اخصائي التغذيه وكمال الاجسام والمكملات الغذائيه والمنشطات. لذلك انا طلعته بان ما كياخذش المنشطات، بالعكس عنده سيميتري مزيانه وعنده جينات قويه جدا وصغير. بنادم فوقاش يكون صغير ما كيحتاج التستوستيرون، لان التستوستيرون ديالو كيكون طالع، هرمون النمو عنده طالع، يعني البناء 100% وميتابوليزم الحرق الدهون 100%، يعني ياكل اي حاجه ما يربيش الدهون. وعاد هاد الدري هذا كياخذ المكملات ديالو بانتظام، كياخذ مكملات اللي يعني مهمه، ملتي فيتامين، اوميغا 3، الكرياتين، بروتين، وكيدير الوجبات الصحيه، كياخذ الوجبات الصحيه، يعني كيتبع البروغرام ديال الاستاذ ديالو 100%.
انا شتو فوقاش مشيت للبلاد يعني المغرب 15 يوم يعني لاحظت كيفاش كيتريني كيتريني 5 ايام في السيمانه وكيتريني بالقلب فهمتي ما كيهضرش مع الناس وما كيضيعش وقته يعني لونطريمو سي نورمال يوصل لهاد يعني هاد النتيجه هادي ان الا حطيتي الهدف ديالك قدامك و يعني درتيه في عقلك وفي قلبك غتوصل توصل غير تبعو وتمشي على الخط ما تفايش وما تسمعش الناس اللي ما عندهمش تجارب في هذا الشيء وما عندهمش اي علم في الفيتنس ولا في شي رياضه ما تسمعش الناس وما تتبعش يعني الابطال الكبار اللي كياخذوا الهرمونات وداك الشيء ما تتبعهمش هذوك تبع الاستاذ ديالك شنو كيقول لك والمدرب ديالك تبع البروغرام ديالك واخا ما يكونش عندك المدرب المهم شوف البروغرام اللي غيجي معاك والدري هذا شارك عده مشاركات يعني جاب يعني جاب واحد لقب مزيان يعني بين الناس اللي يعني كياخذوا المنشطات شارك مع الناس كياخذوا المنشطات وجاب مستوى يعني جاب رتبه 7 مع الناس اللي كياخذوا المنشطات يعني صعيبه بزاف نورمالمون ما غاديش يجيب اي رتبه ولكن بالجينات ديالو والاصرار ديالو ولونطريمون ديالو يعني الزيار ديالو بحال كينقولوا بالعربيه يعني زير وجاب العز ودابا انا بالنسبه ليا انا هاد الدري هذا الا تبع على الطريق هذا الطريقه هذه بدا ديال لونطريمون بعدا والطريقه ديال الماكله والطريقه ديال النظام ديال الحياه ديالو غيوصل لواحد المستوى زوين طبيعي ديك الساعه الا بغى يوصل للعالميه الا بغى ياخذ داكشي شغلو هذاك ولكن بالنسبه دابا راه وصل واحد النتيجه راه زوينه بزاف يعني يمكن لكم الخوت توصلوا النتيجه زوينه في الفيتنس وكمال الاجسام طبيعي نعطيو النصائح الناس اللي بغاو يطلعوا الفورمه طبيعي وغيوصلوا ان شاء الله باذن الله والنصائح مجانيه يعني خوتنا نعاونوهم علاش لا المهم الخوت باش ما نطولش عليكم نخليكم في فيديو قادم كاين مفاجآت بزاف في هذه الايام ان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.